اول مره بيتر هيكون اب فيها بيجيله توتر وكوابيس، وبيكلم مراته ويحكي لها انهم كانوا في مكان زي غابه عشان شاف دب قريب منهم وكانت بتولد ومش عارف يوصل ليها، على عكس الطب شاف طفلهم وقطع الحبل السري وهو ما منعش، واكيد دي بشره خير وان كل حاجه هتبقى تمام. وكمان همه التاني هيسمي الطفل ايه، وشايف اسم تيدي جميل ولكنه فاشل، وارثر صعب ويحاول يجيبها بلعبه الاسماء، واسم كيسي او سندي اسماء ذكر وانثى في عربيته، سواء بيقول له مدينه فاندفر اللي احنا فيها مدينه جميله وفيها بيناقشوا سرا في المؤامرات ضد الحكومه. يستغرب من كلامه بيتر ويكلم مراته يقول لها ان عمال يفكر الطفل بتاعهم وبيجتهد في كده، ولما يجي يسالها لابسه ايه يا حبيبتي يقول له السواق بدله، يقول له بكلم مراتي يا حبيبي مش انت. وصل المطار ويقفل مع حبيبته، فجاه يظهر معانا عم ايسن افشل واغبى واطيب انسان على الارض، ويقول له ان اهم حاجه كل الناس بخير. ومن حال العربيات الكبيره تمر قبل صغيره، ويلاحظ بيتر ويتخانق السواقين مع بعضهم على عربياتهم، ويروح يعتذر ايسن لبيتر ويقول لهم انهم كانوا سكرانين بسبب ريحه الكحول اللي معاهم وما شربوش كتير، دول 6 ازاز كبيره بس. كمان وان ابوه دايما كان بيقول لو اليوم بدا وحش هيبقى هيتحسن اكيد، فيقول له بقى بيتر ان ابويا كان بيقول ان لو اليوم بدا وحش هيبقى اسوء بكتير، يقول له ايسن ده ابوك كان جاهل. يخبطوا شنطهم وبالغلط يرغبطوها ويبدلوها، ويروح ايسن لهوليوود وبيتر للوس انجلوس عشان يحضر ميلاد ابنه. بيدخل المطار يفتش الحارس يلاقي في الشنطه قصص مصوره، لكن يقول له بيتر مش بتاعتي واداه تدخين، وبرضه يقول له مش بتاعتي واكيد الشرطه تبتلب بالغلط، وان عمره ما تعاطى المخدرات. يقول له الشرطي يمكن تكون مهرب، ويقول له يعني شكلي كده مهرب، يقول له الشرطي بعرفهم من عينيهم وبريحه جسمهم. يقول له بيتر انت مش محترم وممكن امشي. يمشي واخيرا ركب الطياره بعد ما صدرت الشرطه شنطته، وعلى حظه السيء يقابل ايسن تاني ويرمي عليه هدومه ويرخم عليه وهو بيحط شنطته في الطياره، لدرجه انه ركب عليه وبكرش هوب، ويقول ايسن على فكره شنطنا اتبدلت، ويقول له معلش يا صاحبي الشرطه صدرت الشنطه عشان ادوات المخدرات اللي فيها. يقول له ادوات مخدرات ايه دي، ادوات علاجيه. امر المضيفه ان كله يقفل التليفون، ولكن بيتر ما يقفلوش، ويقول له ايسن لازم يقفله عشان اللي بيستخدموا التليفون في الطياره بيكونوا ارهابيين وبيشغلوا قنبله بالتليفون بصوت عالي. لما الناس بتلاحظ بتيجي المضيفه وتقول لبيتر ان هو صاحبه لازم يطلع قدام، يقول له انا ما قابلتوش قبل كده اصلا، ويجي مارشال جوي يهدده ويقول لبيتر اللي يرمي التليفون اللي هيضرب عليه نار. يرفض بيتر ويضرب المارشال عليه نار، بس للاسف الرصاصه مطاطيه. ينزلوا بيتر من الطياره ويروح المحقق يقول له انهم لقوا شنطته على طياره ثانيه، بس للاسف خلاص بقت على كنساس، وانه على الاقل جايب له تليفونه ويوقع على وثيقه التنازل عشان ما يرفعش بيتر قضيه عليهم، وتدل على التزامه بسياسه الولايه وانه هيسيب عنوان عشان يشحنوا الشنط للبيت. يقول له لا ممكن تسيبها في مطار لوس انجلوس، انا كده كده رايح هناك هستلمها في الرحله الجايه. يقول له المحقق ده امتى ان شاء الله؟ يقول له بعد ساعه. يقول له يا فندم للاسف انت ممنوع من السفر. يقول له ما ينفعش لان مراتي حامل وعايز احضر ولادتها. يقول له ما ينفعش ولازم تمشي دلوقتي. مش عارف هيعمل ايه بيتر، ولكن يلاقي ايسن معاه عربيه ويقول له بيتر ابعد عني انت مصدر كل المشاكل، وما عندوش حل بيتر غير يوصل لحاجته، فبيسال ايسن يقول له مش معايا غير دبدوبك بس، وشاف شنطته بس ما خدهاش عشان كان شايل الدبدوب، ويعرض عليه يركب معاه، وانه لما يتكلم معاه هيعرف ان شخصيته حلوه وانه طيب بسبب انعدام الحلول لبيتر. بيضطر يركب مع ايسن ويقول له ايسن ما تقلقش انا عندي 90 متابع على الفيس. لما يركب بيتر يقعد ايسن يساله اسئله لا تعد ولا تحصى، يقول له عم بطل انا اصدع خلاص بسبب المشاكل اللي عندي ومراتي اللي هتولد قيصري وانت كمان. ويقول له ايسن ما انا كمان المفروض اقابل منتج سينمائي مهم ولكنه اجل الميعاد، ويوريه اثبات صوره كلها ادوار تمثيليه كان بيعملها، ويوقفه عند محل اكل ويأكل ايسن الكلب، ويقول له لبيتر مهنتك ايه؟ يقول له مهندس ودخل عبر الجامعه، ويقول له في سؤال تاني ولا ايه انا عايز اكل يا اسطى. يقول له ايسن يا عم احنا هنسافر مع بعض لفتره طويله، الاسئله دي هتعرفنا على بعض. ويقول له ايسن ان هو كان ناوي يروح اتلانتا عشان يحضر جنازه ابوه ولكنه ما عرفش، فخد حبه رفات وحطها في حف علبه قهوه عشان هو اللي حفزه على التمثيل. ويقول له بيتر ما تشوف لك مجال تاني عشان المنافسه صعبه جدا. يمشوا من المطعم ويكلم ايسن مرات بيتر ويقول لها انت عارفه كوافير شعر كويس في المنطقه، تستغرب جدا وتقول له انت ليه بتسال، وتقول له ادي التليفون لجوزها دلوقتي. يرد عليها بيتر ويقول لها شفت انا بعاني قد ايه عشان اوصل لك يا حبيبتي. المخدرات اللي مع ايسن اتصدرت في المطار، فبيقرر يروح يشتري من بائع عندها صيدليه حشيش. تتخض لما تشوف بيتر وتحس انه محقق، ويقول لها لو انت خايفه ليه؟ الصيدليه بتاعتك مرخصه، وتدخلهم البيت. يقابل بيتر ارخم طفلين في العالم، وايثان بيولع دخان في المطبخ، وتروح الطفله تقول لبيتر ما تاخدنا معاك، يقول لها يا بنتي انت مش محتاجاني انت محتاجه حقوق الطفل. لما يرجع ايثان يلاقي بيتر مسيطر على الطفلين الاشقياء بصوره غريبه، ويمشوا يروحوا يحاولوا يحجزوا فندق بالبطاقه، بس البطاقه تكون صفر بتاعت ايثان، هيدفعوا نقد ويقول له معاك كام؟ يقول له معايا 60 دولار، يقول له نجيب بيهم لب دول ولا ايه يا اسطى؟ انت صرفت كام على المخدرات بتاعتك؟ يقول له 200 دولار، يقول له يعني انت سبت 60 دولار للاكل والشرب والنوم؟ يقول له يا عم اسعارها غاليه وهي التاجره الوحيده اللي موجوده في السوق، اعمل ايه طيب؟ بيرضيك ما اخدش الدواء؟ فيقرر يتصل بمراته تبعت له فلوس على بطاقه ايسن ويقول له انا هتصرف كبالغ، ازيك انت كطفل. يروحوا عشان يحولوا الفلوس لبطاقه ايسن بقيمه 500 دولار، ولكن البطاقه الشخصيه بتاعته مش ايسن تيمبرلي، ده ايسن تشيز، وبالتالي كده تسجيله مش هينفع الموظف يقبلها. يتضايق بيتر جدا بعد ما قال له ايسن ان كلام الموظف صح هو تيمبرلي، ويقول له يا عم ان تيمبرلي اسم الشهره بتاعك وتشيز اسم الحقيقي، انت ليه قلت لي ان انا احول فلوس على تيمبرلي؟ فيضطر يوريه اثبات صورته وهو مكتوب عليها اسمه، يقول له برده مش هينفع يقبلها برده، ويقول له تعالى بكره عشان فاضل 5 دقايق وهقفل. يقول له بيتر ليه انت لازم تخلصني
بعد كده تقفل. يقول له انت مالك هو انت صاحب الشغل؟ يروح الموظف المعاق يضربه. بعد ما اتعلم على بيتر يقول لي ايسن ما تقوليش يا صديقي تاني لان ما فيش صديق بيسيب صديقه يتضرب. وانت قول لي يا مستر بيتر وانا هقول لك يا مستر ايسن، ولا ايسن ده كمان مش اسمك الحقيقي. فيقول له على فكره بقى انت ما تنفعش تبقى ممثل وان ليلتهم انتهت وهيضطروا يناموا في العربيه. يقول ايسن ان ابوه كان بيحب الناس ووظيفته، ويقول له بيتر ان اخر مره شاف ابوه فيها كانت سنه 1977. بعد كده اختفى تاني يوم. يصحى ايسن ويخش الحمام، فيقرر بيتر يخرج كل حاجه ايسن من العربيه وياخدها ويهرب وياخد فلوسه لان ايسن هيعطله كمان. ولكن بيلاحظ بيتر انه نسي يسيب لابوه اللي حطه في علبه القهوه، ويفكر يتخلص منه ولكن بيحس بالندم على ايسن، فبيقرر رجع لايسن. يستغرب ايسن ويقول له انت رجعت ليه؟ يقول له يا عم انا رحت بس اجيب فطار وقهوه ويمشوا. وايسن سايق بينام فجاه. دراع بيتر بيتكسر بعد الحادثه وهو خارج من المستشفى. يقول له يا عم حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اخي، ده انا والكلب اتعورنا ما عدا انت. يقول له يا عم اعمل ايه، ما الدكتور قال لي ان انا نومي تقيل فبالتالي ما جاليش اي تشنجات. يجي صاحب بيتر داريل عشان ياخده، يقول له ايسن انا هركب جنب الشباك. يقول له لا يا اسطى ده جاي ياخدنا انا بس. يقول له صاحبه داريل يا عم مين اللي هناك ده وكنت بتزعله ليه وسبته؟ يقول له يا عم ده استاذ مشاكل وثق فيا يلا نمشي. يقول له لا لازم تروح تعتذر له ويركب معانا. يروح ينادي على ايسن وبراس مرفوعه يروح له ويقول له لو هتيجي معانا لازم تلتزم بقواعد جديده، لا اسئله ولا نوم. يروحوا البيت صاحبه داريل ويقرروا ياخدوا عربيته ويروح لوس انجلوس. ويقول له بيتر ما تقلقش انا هشحنها لما اروح. يقول لا 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 انا كده كده جاي. يستغرب بيتر ويقول له داريل يا عم مش هقدر افوت ولاده طفلك الاول من مراتك ساره، كمان ما ينفعش تعمل لها عمليه ولاده قيصريه. فيستغرب جدا بيتر ويقول له انت عرفت منين؟ يقول له ما هي بتكلمني وتقول لي. فبيبدا الشك في بيتر وهما بيشربوا القهوه، يلاقي بيتر طعمها وحش جدا ويلاحظ ايسن ان طعمها حلو جدا. فيقول له صاحبه داريل ان القهوه بتاعته خلصت، استعمل القهوه اللي جايبينها في العلبه الحمراء اللي معاها. وطبعا ده كان رفات ابو ايسن. يقول له صاحبه داريل اخرج انت وصاحبك ده بره البيت. يقول له بيتر شفت انت ما كملتش 8 دقايق وجضيت منه. جاب العربيه ويمشي واعتذر له بيتر عن شربهم لقهوه ابوه. يقول له ايسن ما تقلقش كده كده صاحبك عمل 3 كوبايات بس، لكن لسه باقي شويه تكفي 5 كوبايات لان العلبه بتعمل 8 كوبايات. على الاقل طعمه كان حلو. يقول له فعلا كان قوي. يقول له ايسن عاش حياته كلها بيحب القهوه فلما مات عملوه قهوه. الليل وايسن سايق كلاكيت تاني مره بيشرب حشيش وبيحس بيتر، ولما يجي يفتح شبابيك يقول له ايسن لا انا قافلهم عشان الكلب بتاعه يحشش معايا. راحوا كلهم يتحولوا محششين. بيبدا وبيبدا يتخيل بيتر حاجات غريبه وان اللي بيسوق العربيه فعلا دوب زي ما شاف في حلمه. الطريق انحرف بيهم لدرجه انهم راحوا الحدود بتاعه المكسيك. بيقول له ايسن هنروح هناك يعترفوا بغلطتهم وهم هيمشوهم وانه ما لازم ما يتكلمش اي كلمه خالص. روح الضابط يسال عن جواز السفر فما يكونوش معاهم، فيقول له الضابط انزل لي وهات المفاتيح. لما عرف ايسن انهم لبسوا التهمه ينزل من العربيه ويسيب بيتر يشيلها لوحده. يبدو الشرطه على بيتر لانه معوش اي حاجه تثبت شخصيته، فيقول لهم ممكن اكلم القنصليه الامريكيه. بيظهر ايسن متخفي وبيحاول يحرر صاحبه بيتر لدرجه انه سرق المقصوره كلها بعربيه الشرطه. بعد ما انقذ ايسن بيتر يقول له هو احنا كسرنا كام قانون يا صاحبي؟ يقول له تقريبا 60 قانون. وبيشكره بيتر على شجاعته وانقاذه ليه. يقول له انا كان لازم ارجع لك لان انا وعدتك هوصلك بيتك وهتحضر ولاده ابنك كمان بسلام. ويقول له بحبك يا صاحبي. ويقول له انا كمان يا اسطى. وصلوا اريزونا في وادي جراند كانيون وخلاص تقريبا 6 ساعات ويوصلوا لوس انجلوس. ويقرر بيتر يقف في وادي جريت كانيون عشان يرمي رفات ابوه اللي في علبه القهوه وان احسن وداع ليه، ويرمي ايسن ويريح ابوه. ويعترف ايسن لبيتر انه محفظته كانت معاه من البدايه بس ما رضاش يديها له لانه ما كانش عايز يروح الرحله دي كلها لوحده. فيضربه بينا وترن عليه مراته وتقول له انها راح تولد المستشفى دلوقتي. فيسوق بيتر العربيه بسرعه لمراته ويقول له ايسن لو اتقابلنا تاني يا صاحبي ما تضربنيش في وشي لانه مصدر اكل عيشي. يلاقي ايسن مسدس ف يقول له ما تقلقش يا بيتر انا هسوق وهوصلك المستشفى. ويقول له بيتر ما تنساش انت وعدتني هروح البيت امن وهحضر ولاده ابني. وينجح فعلا ايسن يوصل بيتر للمستشفى ويطلع يسمع صوتها ويجي يدخل يلاقي طفل اسود. فشكه بيكون في محله ان مراته خانته مع صاحبه داريل، ولكن الحمد لله طلع طفل الاسره ثانيه. ويدخل الاوضه اللي جنبها يلاقي مراته فعلا بتولد، ولكن بسبب اللي اتعرض ليه في الرحله المجنونه دي بيغمى عليه. يقول لهم ايسن ما تقلقوش يا جماعه احنا بس عايزين مستشفى. وجي كحلها عماها الغبي. يفوق بيتر ويلاقي ايسن بيقترح عليه اسم روزي ويلاقي ان الاسم جميل فعلا. ويقول له ايسن ان هو قطع الحبل السري للطفل. فيقول له بيتر تصدق ان انا حلمت بالظروف دي كلها وان كمان اللي هيقطع الحبل السري هو دب؟ واكتشف انها كانت بشاره خير فعلا. بعد ما الرحله خلصت بيقرر يسيبه ايسن مع عيلته ويمشي عشان يروح لمدير اعماله ويقول له بالتوفيق يا صاحبي في هوليوود. بعد فتره بينجح اخيرا ايسن بغباء ويوصل لحلمه ويعمل مسلسل في هوليوود في دور استاذ خصوصي. في وقت بيتفرج بيتر ومراته وطفلهم على المسلسل وتليفونه بيرن ويلاقي ايسن وشكلها مغامره جديده.